طارق سعدة نقيب الإعلاميين قال إن خطة تطوير ماسبيرو بتسير بخطى ثابتة في اتجاهين متوازيين، مضيفاً إن الاتجاه الأول خطة تطوير الرسالة والمحتوى، والاتجاه الثاني خطة تطوير وتحديث البنية التحتية، وقال إن الإعلام المصري هيظل هو الركيزة المصرية اللي بنعتمد عليها كدولة في تثقيف وتنوير ورفع درجات الوعي لدى المصريين. طبعا برضو ما أخفلش دور الإعلام الخاص، وقال إنه بيلعب دور وطني بارز في الفترة الأخيرة، ووجه التهنئة لكل الإعلاميين والرواد اللي كانوا المثل والقدوة والأداء المهني المتميز في العقود الستة الماضية بمناسبة مرور 60 سنة على انطلاق أول بث تلفزيوني مصري. السيد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معانا، ويعني كل التوفيق في مهمتكم الثقيلة واللي هي إن شاء الله منجزة بخير بإذن الله. يعني خليني أسأل حضرتك عن فكرة التطوير الحاصلة في الإعلام الرسمي ديت، لأنه إحنا كمشاهدين بنشوف إنه في بعض البرامج تم استبدالها، وده مش عارف يعني هل ده التطوير، تم استبدالها بمذيعين وإن كانوا ممكن يكونوا من أبناء ماسبيرو، أنا مش معترض على ده، لكن يعني ما شفناش مثلا الأداء بتاع دول، فدول أدائهم اتطور. إحنا شفنا برامج كبيرة جديدة بديكورات جديدة بناس جاية من بره ماسبيرو، على الأقل كانوا بره ماسبيرو في الفترة الأخيرة وصنعوا شهرتهم بره، لكن مازال المتابع لقناة النيل للدراما، مازال المتابع للنايل لايف، مازال المتابع للأسرة والطفل، مازال القنوات المتخصصة حتى القناة الإخبارية المصرية وهي فيها طبعا تطوير كبير، لكن مازال بيحس إنه لأ في محتاجين نشتغل كتير. أحب أعرف رأي سيادتك. خليني اقول لحضرتك بس ان زي ما قلت كده في الخبر ان التطوير يعني بيسير في اتجاهين، واتجاه في تطوير البنيه التحتيه الاعلاميه فيما يخص بقى الترددات، فيما يخص الاستديوهات، الاضاءه، الانظمه العالميه للنقل والبث التلفزيوني والاذاعي. الناحيه الثانيه موضوع تطوير المحتوى. موضوع تطوير المحتوى ده موضوع بينقسم برضو الى موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول وهو إن أنت بتلاحق وتجاري وتغطي كل الأحداث الجارية والمشروعات والإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، وتتناولها في رؤية تنويرية تثقيفية للمواطن المصري ليعلم يعني حقيقة الخطوات التي تسير بها الدولة المصرية في كافة مناحي الحياة. الناحية الثانية اللي حضرتك بتقصدها وهي قصة تطوير أداء العنصر البشري الموجود في العملية الإعلامية. بالظبط. العنصر البشري الموجود في العملية الإعلامية لابد أنه يخضع لتطوير مستمر من خلال دورات في كافة الألوان الإعلامية، زي دورات في الحوار، دورات في الإلقاء، دورات في الحركة أمام الكاميرا، دورات في البادي لانجويج. كل دي حاجات مهمة جدا طبعا، وأنا واثق أن ده يعني محل نظر من الهيئة الوطنية للإعلام ومن كل الإعلاميين اللي موجودين في ماسبيرو. لأن ماسبيرو لما نيجي نبص على البدايات هنلاقي ان ماسبيرو في 6 عقود مضت كان البوابه الرئيسه للدخول الى عالم الاعلام طبعاً في شعبه الخمسه طبعاً. هو انه لازم الانسان يجتاز دورات تدريبيه واختبارات في اللغه العربيه وفي اللغه الانجليزيه، وايضا في الالقاء وفي الصوتيات وفي كل الاشياء دي، وفي الثقافه يا فندم بعد اذنك أكيد، وفي الثقافه أكيد. علشان برضو معلش انا مش بتكلم على حد بعينه، بس انا لما اعمل مقارنه سريعه كده ما بين مستوى ما كان يقدم من اماني ناشد ومن ليلى رستم ومن نجوى ابراهيم ومن فريال صالح ومن الاقطاب وسيده زينب وكل اللي كانت رئيس التلفزيون، كل هؤلاء زينب الحكيم، كل هؤلاء العمالقه، واجي النهارده الاقي السقف واطي قوي حتى في معرفة ما هو معروف. يعني اجي اتكلم مثلا عن الاستاذ طارق سعدة فيقول لك طارق سعدة من اهم اعماله، روح جايب اي كلمتين اي تهبيش من الجرنان، بينما التاريخ كاملا موجود داخل التلفزيون المصري العريق العظيم. فيعني لازم افضل افخر بيه، ده تلفزيون بلدي اللي بدأ الانطلاقة في العالم العربي كله، ولا ايه رأي سيادتك؟ خليني اقول لحضرتك برضو على جزئية مهمة، ان في 6 عقود مضت الاجيال التي سبقت اللي هي جيل الرواد وما بعدها لم يغادروا العمل في الاعلام الا ويتركوا من بعدهم اجيال قادرة على حمل هذه الرسالة بكل ادوات المهنة في الاعلام. عندما تفتش الان في الاذاعة المصرية فتجد ان هناك
من يجيدون الأداء أمام الميكروفون طبعا. من يمتلكون ناصية اللغة العربية في الإذاعات المصرية. خليني برضو لما تفتش في قطاع الأخبار وفي قراءة النشرة تجد الانضباط اللغوي والأداء في المذيعين اللي موجودين على شاشة التلفزيون المصري. صحيح. فالأجيال بتسلم بعضها، ولكن خليني يعني نبص نظرة أكثر شمولية في هذا التوقيت، وهي أن نقارن بين الكم من القنوات والإذاعات زمان، اللي هو الناس اللي أنت ما انتش قادر تنساها من الرموز بأدائهم وحلاوتهم وأدائهم، والناس اللي موجودة دلوقتي، أن دلوقتي أصبح هناك كثرة في عدد القنوات الإعلامية وكثرة أيضا في عدد الإذاعات. أيوة. هذه الكثرة بتشتت أو بتجعل أن التركيز بيقل، أن أنت بتتابع برنامج بعينه أو إذاعة بعينها أو قناة بعينها، واخد بال حضرتك؟ فهناك متغيرات حاصلة في المجتمع. أزد على ذلك قصة السوشيال ميديا ما بين يعني وسائل التواصل الاجتماعي وما أحدثته أيضا من نقلة نوعية في عالم الاتصال وفي نقل المعلومة. كل هذا الازدحام في الوسائل الإعلامية والتقنيات الرهيبة والتطور المستمر اليومي وإن لم يكن اللحظي، ده برضو بيخلي حضرتك تفقد طعم وحلاوة أداء مذيعين ومقدمي وإعلامي زمان. تمام يا فندم. فلابد أن احنا لا نغفل هذه النقطة، أن الكم المعروض كان أقل بكثير من الآن، فالتركيز كان أكثر مع أشخاص بعينها وقنوات وإذاعات بعينها عن الآن. يعني اسمح لي يا استاذ طارق عشان حضرتك، اسمح لي عشان حضرتك استفدت في النقطه ديت، انا كنت ناوي اعديها بس بما ان حضرتك تستفيد. لا يختلف احد على الفرق ما بين مستوى سلوى حجازي ومستوى من ينقلون احداثا حتى فنيه او اجتماعيه الان. انا مش بتكلم بالعكس، ده وجود التواصل الاجتماعي ده يحفزني انا ان سقفي يعلى. مش معقول الاقي واحد على فيسبوك مجمع وعامل قنوات جايب فيها لقطات نادره وتسجيلات نادره، وبعدين ارجع الاقي تلفزيون بلدي الكلمتين متلصمين حتى مش عارف تاريخ الفنان دوت ولا ايه اهم اعماله. لكن انا مع حضرتك وبكرر تهنئتي بمرور 60 سنة، وبتمنى لكم من كل قلبي التوفيق حتى يعود تلفزيون مصر هو التلفزيون العربي وهو أعلى الوسائل الإعلامية هو بإذاعته بكل قطاعاته. أشكرك. خليني بس قبل ما تشكرني أكد على معلومة معينة أو تصحيح خفيف. تفضل. أن التلفزيون المصري لم يذهب حتى يعود، ولكنه موجود طول الوقت. قد يرتفع المستوى في الأداء وفي الرسالة الإعلامية وقد ينخفض، وهذا هو حال الدنيا، يعني أب وداون في كل مجالات وفي كل مهن الحياة. فالتلفزيون بيعود وبقوة، وإن شاء الله يعني أنا واثق إن كل الأدوات العصرية هتكون موجودة داخل التلفزيون المصري. وخلينا يعني نهنئ ونبارك الإعلاميين اللي طوال 6 عقود بيقدموا رسالة إعلامية تنويرية تثقيفية للمجتمع المصري والعربي. أشكرك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وطبعا يعني